السلام عليكم الاخوه اللي بس عليكم الامور ديالكم مزيان. كنتمنى يعني من يوصلكم هذا الفيديو هذا تكونوا يعني بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشوفوا يعني طريقه تحديد الداله العكسيه اف موان زد و اكس. صافي غنبداو يعني حنايا بالتمرين. يعني واحد التمرين يعني واحد الاكسرسيس غيعطيك هاد الداله اف وغيقول لك حدد ليا الداله العكسيه اف موان زد و اكس. شوف غير تسمع حد الداله العكسيه اف موان زد و اكس غتكتب هادشي اللي غادي نعطيك دابا. هادشي هذا كيف ما هو غادي تكتب كما هو غادي تكتب. هانت غتكتب اسيدي لكل اكس ينتمي الى جي. صافي وهنايا غتكتب لكل ايغريك ينتمي الى اي. هنايا غدير اف موان ز دو اكس يساوي ايغريك يكافئ ان اف ديال ايغريك يساوي اكس. صافي كما هكا غادي تكتبها كما هكا. دابا هنا شنو مطلوب منك؟ شنو المطلوب منك هو توجد ايغريك. لاحظ معايا حنا غادي نديرو هنا واحد الانطلاقه غنطلقو حنايا من هنايا غنكتبو يعني اكس كتساوي اف ديال ايغريك ياك. هادشي امبليك كملو يعني بشي لون اخر مثلا كملو مثلا بهدا غنخليو هنايا اكس يساوي اف ديال ايغريك. اف ديال ايغريك فين ما بانت لك انت اف ديال ايغريك يعني غير هنايا عندي اكس ولكن هنايا بغينا يعني اف ديال ايغريك فاوتوماتيكمون غنحيد انا هاد الاكس وندير بلاصه ايغريك غتولي هنايا ايغريك او كاري ناقص جوج ايغريك ناقص واحد ايغريك او كاري ناقص جوج ايغريك ناقص واحد. مزيان هنايا غادي نبقاو محافظين على هاد ليكيفالونس هادا. مزيان هنايا شوف هنايا ضروري خاصك شي طريقة كيفاش تلقى هاد الإيكغريك. تلقى غير إيكغريك يساوي غير إيكغريك يساوي هنا ما عندكش شي طريقة. لاحظ معايا غنخلي هاد إيكغريك وكاري هاهي ناقص جوج ايغريك ناقص واحد وبحال هاد الاكس هذا غندير الجهه اخرى غيولي هو ناقص اكس يساوي زيرو. مزيان هنايا غتقول لي تقريبا بحال معادله من الدرجه الثانيه. معادله من الدرجه الثانيه باش كنحسبوها الا بغينا يعني نحدو داك الايغريك او ايغريك دو كنحدو يعني بالدلتا. صافي هنا يعني باش نوصل لك يعني الفكره يعني راه معادله. فهنا كيف ما كتشوف معايا هنا معادله من الدرجه الثانيه. ربما غتبان لك انني كتبت هذا السطر هذا التليفون طفى ليا وعاود شحال. المهم ماشي يعني بحال ماشي سوقنا. هنايا كتبان لك يعني معادله من الدرجه الثانيه ايغريك او كاري ناقص جوج ايغريك ناقص اكس ناقص واحد. ولكن حنايا باش نزيدو نقربو اكثر عملنا هنايا بالناقص. لاحظ معايا مزيان هنايا باش نجيبو يعني شي لون اخر نقط احمر. اوكي دابا شنو كتبان لك؟ دابا هذا هو السي. دابا هذا هو هو الواحد والبي هو هاد الجوج والسي هو هذا كامل. صافي يعني كيفاش غتكون يعني داك الدلتا كيفاش علاه غيكون يعني داك الدلتا؟ غتقول لي الدلتا بانه هو بي اس 2 ناقص 4 اس. اوكي ها هو الدلتا بي اس 2 ناقص 4 اس ياك ولا لا؟ اوكي شنو هاد بي اس 2؟ هو هاد بحال هي جوج اس 2 هي 4 ناقص 4 هاد 4 هادي بحال في الواحد في السي. السي هو هذا كامل ولكن هنا ما غتوليش يعني حيت السي هو هذا يعني بالناقص ديالو فاوتوماتيكمون غتولي واحد زائد. باش نقرر لكم مفهوم بي او كاري ها هي يعني بحال هي جوج اس 2 هي 4 ناقص 4
في الأ اللي هو واحد، فالسي السي هو ناقص واحد زائد إكس صافي، يعني هنايا وداك ناقص مع الناقص ناقص مع هاد الناقص هذا غيولي هو زائد واحد زائد إكس. شوف ديما ديما كتكون يعني هادي موجبة، علاش؟ حيت دابا إكس فين كاين؟ إكس ينتمي إلى المجال إي، ها هو المجال إي صافي، إكس موجب وكتزيد عليه يعني واحد موجب وكتضربو في عدد موجب وكتزيد عليه يعني عدد، فأوتوماتيكمون هذا كيعطيك يعني عدد موجب صافي. ملي تقول يعني عدد موجب يعني كاينين جوج ديال الحلول، ولكن هنا كاينه إيكغيك أ و إيكغيك دو صافي، أوتوماتيكمون يعني ديك إيكغيك أ شنو كيساوي؟ غتقول لي كيساوي هو ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج أ يساوي يساوي اش؟ ناقص بي هو هاد جوج ويتلاقى مع داك الناقص بحال غيولي هو جوج، ناقص جذر دلتا، جذر دلتا هو هذا كامل، ولكن هنا نقدر نعمل هنا بواحد الربعة صافي. اوكي هو جذر أربعة عامل لي جوج زائد إكس، غتقول لي الله يا خاي منين جبتي هادي؟ لحد معايا هنا، أجي معايا هنايا، إلا عملنا هنا شنو غتعطيك؟ أربعة. هذا إلا حيدت بحال بحال هاد الشخص، إلا حيدتي ليه هاد الربعة هذا غادي يبقى وحيد زائد، وهذا إلا حيدتي ليه الربعة يبقى لك يعني واحد زائد إكس. هذا شنو غيساوي؟ أربعة عامل جوج زائد إكس، هذا راه موجب صافي. لاحظ معايا هنايا نكملو، يساوي يساوي اش؟ واحد على جوج على جوج هي واحد، ناقص راه هنايا راه هنايا اصلا ملي غادي نفرق هاد الجذر هذا يعطيك واحد جذر ديال ربعة مضروبة في جذر ديال جوج زائد إكس، وجذر ديال ربعة هو جوج، وجوج مع جوج غادي تعطيك يعني هي واحد، يعني بحال غيبقى لك هداك إكس زائد جوج كاينة هادي، ولكن كاين يعني واحد إيكغيك دو، حيتاش عندنا جوج حلول، إيكغيك دو كيساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج أ يساوي ناقص بي هو جوج زائد جذر دلتا يعني بحال زائد هو هذا مقسوم على جوج. نجيو هنا نكملو الحساب ديالنا، غتعطيك هنايا واحد، هنايا كيف ما القاعدة غتعطيك يعني إكس زائد جوج، ولكن دابا المشكلة هو قالك أسيدي تقبل دالة عكسية وحدة ماشي كتقبل يعني جوج. لا لاحظتي هنايا، لا لاحظتي هنايا أننا حنايا بحال خرجولنا يعني جوج دا هو العكسية، ولكن هي كتقبل يعني وحدة، هادشي هذا ميمكنش. عرفتي هنا شنو غنديرو؟ بحال غن بحال غادي نفيريفيو يعني بحال نتأكدو من الشروط. دابا يعني إكس فين كاين؟ معناتها إكس ينتمي إلى جي بحال كينتمي لهنا، و إيكغيك فين كاين؟ ينتمي إلى إي. أوكي ناخدو شي عدد، ناخدو مثلا إكس مثلا يساوي جوج، ونحسبوه هنا ونحسبوه هنا. شوف الجواب كيفاش غيكون. اذا كان اكس يساوي، ناخذ اكس كيساوي جوج، ماشي بالضروره يعني تاخذ جوج، خذ يعني اللي بغيتي. هاد اكس غنعوض هنا وغنعوض هنا، فشنو يعني غيصبح لي يعني التابع؟ التابع غيصبح لي يعني لهذا الشكل هذا. حنايا عندنا ايكغيك ان يساوي غيساوي لك يعني واحد ناقص جذر إكس عوضناه بجوج يعني هي أربعة، كيساوي يعني واحد ناقص جوج كيساوي ناقص واحد. أوكي هنايا غنجيو هنايا إيكغيك دو،
هنا غيساوي لك يعني واحد زائد جوج يساوي ثلاثة. أيه من بعد شنو ما فهم أنا بعدا كنا ما فهمتش شير. أيه كيفاش زعما ها أنت درتي هادشي ومن بعد فركز معايا هنايا مزيان. هاد ناقص واحد بحال إيكغيك في كينتامي إيكغيك ينتمي إلى ينتمي هنا. واش هاد ناقص واحد كاين هنا؟ تقول لي ما كايناش. يعني ناقص واحد لا ينتمي إلى إي صافي. وهاد ثلاثة هادي كاينة في هاد المجال هنا تقول لي هي كاينة يعني تنتمي مجال إي مزيان. يعني فينا هي اللي صحيحة هادي ولا هادي؟ تقول لي هادي حيت هادي ما متوفرينش فيها الشروط يعني ما كينتميش يعني ما متوفرينش فيها الشروط هادو اللي درنا يعني في الأول. يعني هنايا غتكون لي سيدي إذن إذن غنديرو يعني إيكغيك يساوي واحد زائد إكس زائد جوج صافي. أي من بعد هنايا بعدا كاينة باش نجاوبو يعني بداك لامبليكاسيو داك التكافؤ اللي كنا كنديرو من هنايا نديرو هنايا ونديرو عاوتاني هنايا. المهم حتى غادي نوصلو هنايا ونوصلو عاوتاني هنايا. هاد إيكغيك هدا شنو كيساوي؟ هو إف موان زادو إكس. يعني هادي لاش كنقلب هنايا هادي هي إف هادي هي إف موان زادو إكس يساوي هي واحد زايد جذر ديال إكس زايد جوج صافي. يعني هاكا تكون دايره. المهم الاخوان احتاجيت يعني اي حاجه اي حاجه اي حاجه كيف ما كانت. هذه هي النمره ديالي انت 0 6 26 31 17 70 صافي. هذه هي النيميرو نتاعي. اخوان تهلاو ليا في راسكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الى بغيتي هاد الوراق هادو تواصل معايا في هاد النمره تهلاو ليا في راسكم.